السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. 10 صمونات بألف دينار، التجارة تعلق على ارتفاع أسعار الخبز في الأسواق. علق المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون على استمرار ارتفاع أسعار الخبز والصمون في الأسواق العراقية رغم تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من مادة الحنطة. وقال في حديث إن أسعار الخبز والصمون لا تقع على عاتق وزارة التجارة، لكن سنعمل على متابعة المخابز والأفران في مناطق البلاد المختلفة لغرض تقليل سعر الخبز بحيث تكون 10 صمونات بألف دينار. أضاف لدينا تنسيق مع مخابز وأفران أهلية عملت على تخفيض السعر والزيادة من 6 إلى 8، والآن سعر كيس الطحين العراقي هو 15000 دينار، لكن بعض الأفران تشتكي من سعر المستورد الذي ما زال سعره 28000 دينار. واتخذنا إجراءات سريعة للاعتماد على الطحين المحلي فقط، ما يسهم مجددا بخفض سعر الخبز والصمون. وأعلنت وزارة التجارة أن إنتاج الطحين الصفر المحلي بدأ ينافس المستورد، فيما أشارت إلى أن كيس سعر الطحين الواحد يصل إلى 29000 دينار. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري إن مشروع إنتاج الطحين الصفر محليا هو مشروع كبير تبناه بشكل واضح وصريح رئيس الوزراء تنسيق مع وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة الحبوب. وأضاف استوردنا 86000 طن من الحنطة الاسترالية والروسية بواقع 36000 طن استرالية و50000 طن روسية، مشيرا إلى أن المطاحن الأربعة المنتجة طحين الصفر باشرت العمل وبدأت تنتج وتنافس الطحين التركي والإماراتي والكويتي، وتابع أن هناك كميات كبيرة نستوردها من خلال القطاع الخاص تصل من 2 إلى 3 مليون طن طحين من هذه الدول، موضحا أننا نعمل اليوم لإنتاج هذا النوع من الطحين داخل العراق واستثمار المبالغ التي تدفع لاستيراد الطحين والتي تصل إلى 1.5 مليار دولار. وذكر أن إنتاج الطحين الصفر وفر فرص عمل للعمل بهذه المطاحن الأربعة التي تعتبر حديثة جدا للأعوام 2018-2020-2022 وتعمل بإلكترونيات عالية، لافتا إلى ضرورة دعم هذه المطاحن. وبين أن كيس الطحين الصفر المنتج في العراق يباع 29000 دينار، بينما كيس الطحين التركي إلى 35000 دينار، وهذا فرق كبير بين السعرين، موضحا أن الطحين الصفر المنتج محليا أفضل من المستورد. وأشار إلى أن الطحين الصفر المستورد يحتوي على إضافات قد تكون كيماوية تضر بصحة المواطن، في حين أن الحنطة الآن التي تستورد وتطحن محليا فهي من دون أي إضافات.